وبركاته. اهلا بكم مره اخرى في القناه. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مجموعين واحد الوصفه اللي تقليديه واصليه بطريقه اصليه 100% كما كانوا تيديروها في الاول الوالدين تاعنا والجد تاعنا. الوصفه هي هذيك كما تشوفوا في العنوان ديال الفيديو، القلب. هذا البنات القلب ديال البقر ماشي ديال الغنمي. هنايا هانتوما كما تلاحظوا قطعتو هكذا على هذا الشكل هذا، واللي غسلته بطبيعه الحال وخليته شويه نشف لينا هكا. بالنسبه للبهارات والاشياء اللي هنديرها مع القلب، اي التسبيله، شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنا جوج فصوص ديال الثوم، الا ما عندكش كاين الفصوص ديال الثوم هكا وعندك الثوم البودره يمكن لك تستعمليه. هنايا عندي تقريبا واحد 6 أو 5 المعالق ديال زيت الزيتون. بالنسبه للبهارات كما قلت لكم، هنايا عندي قليل من الفلفل الاسود، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. هنا عندي القليل ديال الهريسه، اللي عندها الدراري ما ديرهاش. وهنايا عندي تقريبا ملعقه مملوءه ديال البابريكا اي الفلفل الحلو. عندي هنايا ملعقه مملوءه صغيره ديال الكمون. عندي القزبر هنايا البنات، هنا ناشف، يمكن عندكم طري ديروا القزبر مع الدنس او ديروا القزبر، او الا عندكم القزبر الحبوب حتى هو ضيفوه حتى هو تيجي تعطي واحد النكهه. وهنايا عندي ملعقه صغيره. دونك هنايا شنو نديروا هنايا؟ بالنسبه في الاول تنوضعوا باش هنا ما نقطعش الفيديو ما يجيناش طويل هكذا. هنا تناخذ واحد المقلاه اللي تنوضع في الاول، تنوضع الزيت هو الاول، من بعد تنضيفو القلب. هنا البنات انا ما غنطيبوش تما توت سويت، منو غنخليه ندير له التتبيله نتاعو وغنخليه باش يترقد لينا عاد باش عاد نوضعو فوق النار. دونك هنايا غنوضع جميع الاشياء اللي ذكرتها في الاول مع اضافه الثوم. ناخذ هذه الفصوص ديال الثوم الجوج، و يمكن لكم تحكوها او دقوا الثوم الى هنايا هكذا. صافي نعاود هذا صافي. هادو هما المكونات اللي غنحتاجوهم باش غنصاوبو هاد القلب نتاعنا، وتتبقى هاد الشرموله هي الاصليه لهذا. وكاين بعض الاخوات اللي عاد بتاكروا ولاو تيديروا شنو نقول لكم، ولاو تيديروا يدير معاها مطيشه محكوكه، يديروا المطيشه المركزه. وهنايا من بعد غنضيف اما سواء الى عندكم الحامض او تديروا في الاخر تتوضعوا واحد القليل من الخل. هنايا في الاخر غنوضع البنات الخل باش هكذا تتعطينا واحد الرطوبه ديال القلب، عرفتوا واحد الرائحه غزاله. هانتوما كما تلاحظوا تتشوفوها غنخليها واحد تقريبا واحد على حسب كل واحد، نخليها واحد ربع ساعه حتى تشرب لي القلب يشرب لنا هاد الشرموله. ويمكن لكم الا كانوا ديروها في الوقت الغداء وجدوها بكري وخليوها ترقد مزيان وغطيوها حتى طيب، وضيفوا واحد القطره ديال الخل كما قلت لكم. دابا نتسنى عليها شويه واحد ربع ساعه ونضيف ليها شويه قليل من الخل، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا الوصفه نتاعنا. بقاو معايا ما تمشيو فيه. ها انتما كما تلاحظوا هادي داتشي صافي، من بعد ما دوز واحد ربع ساعة حتى 20 دقيقة هكدايا صافي حطيتها فوق النار. واحد الرائحة غزالة تتشهي ما شهيتكم البنات. صافي انتما دابا القلب نتاعي هنا بركت عليه كفاية طاب. في هاد الأثناء كما قلت لكم غنوضع واحد القطرات من الخل
وكما قلت لكم هذه هي الطريقه الاصليه نتاع كيفيه الطهي ديال القلب. والاشياء المبتكره راه هي معروفه. هنايا نخليها شويه زيت شحر ان شاء الله حتى نشوف الطبق النهائي. وهذا الطبق النهائي نتاعنا هانتوما كما تتشوفوا تيجي شهي شهيه البنات. تنتمنىكم تجربوها. وهالطريقه الاصليه حتى هي الاصليه بهذه التوابل نتاعها نتمنى ديروهم وتجربوهم. وكما تنقول لكم دائما تردوا لي في الكومونتير وتقولوا لي كي جاكم. انا تنقول لكم راه روعه روعه البنات وبمكونات موجودين عندنا في الدار. اذا ما نطولش عليكم تنتمنى لكم فرجه ممتعه وتجربوها. والى فيديو مقبل بحول الله. وما تنساوش الدعم نتاعنا باش تكبر القناه بالاشتراك واللايك والبارطاج مع الاهل والاصحاب والاصدقاء. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.